نروح للدوري التركي. شهد اليومين اللي فاتوا دول الصراحه يعني قصه دمها خفيفه، او بمعنى اصح عنوان شر الباليه ما يضحك. فريق انطاليا سبور التركي اتعاقد مع لعيب ياباني شويا ناكاجيما. عائله اللعيب ده طبعا كانت فرحانه جدا، وبقى ايه شدت الرحال وسافرت مخصوص من اليابان لتركيا عشان تحضر اول ماتش لابنهم. يعني عيلته كلها طبعا بقياده والدته كانت موجوده في المدرجات مستنيين بقى لحظه نزوله لارض الملعب. المهم ان المدرب بيقرر ان ناكاجيما ينزل الماتش وسط طبعا فرحه من اهله، وهم بيصوروا بقى اول لحظاته مع فريقه الجديد. فجاه ما عداش يمكن دقيقه على نزوله ناكاجيما بينزل بيعمل تدخل قوي جدا على لعيب في فريق المنافس وبيطرد بعد 20 ثانية بالظبط من دخوله الأرض الملعب عشان فرحة أهله طبعا ووالدته اللي احنا زي ما احنا شايفين في المدرجات تتقلب في ثانية لعياط وزعل وصدمة كبيرة جدا يعني ليهم. يعني فيما معناه طبعا هم عايزين يقولوا له هو جم طبعا المشوار ده كله على الفاضي. برضو يا جماعة الأم بالذات يعني كان رد فعلها مصدوم زي ما احنا طبعا شايفين، هي كانت لسه بتصور ناكاجيما وحطت لما شافت الطرد حطت منديل على وشها عشان تداري رد فعلها من الكاميرا. يعني الصراحة لحظة صعبة كانت بتدعي عليه شكلها. هو طبعا يعني بص النظرة طبعا صدمت، صدمة 20 ثانية 20 ثانية ده قليل قوي على حسب ده. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ اللي جابنا 20 ثانية ان هو لعيب يطرد ده صعب قوي. هو واضح ان هو كان متحمس زيادة عن اللزوم، ايوه عايز يثبت نفسه قدام والدته بقى اللعيب، فده فخد دخل عمل تاكل مع اللعيب. ليه كده يا اخي؟ زعلت مامتك يا اخي، محدش هيحبك قد امك، شايفة؟ دي بقى بس برضو يعني قهرة مش طبيعية. انا دلوقتي ابني لسه رايح فريق جديد وانا بقى ايه مسافرة من اليابان لتركيا، فيعني انا رايحه اتفرج على ابني لسه ما لحقش، ممكن مثلا ممكن عقبال ما اطلع الموبايل يكون اتطرد. يعني دي حاجه هتبقى صعبه قوي الصراحه. فالحمد لله.